20 ثانية أخيرة معك أنت نيس تكمل بها كل شيء، فمش حاجة تحب تقوله ما احنا ما سألناكش عليه. لا بارك الله كل شيء سألتني عليه حاجة برك مساج الجمهور لنادي صفاقس يرد بالكم على جمعيتكم، جمعيتنا راهي اللي أنا معناها ننتمي ليها راهو قاعدة تتفك من الناس اللي يدعيوا حب النادي صفاقس، رد بالكم خليش يفرقوا بين الرجال، راهو كيما قلت لك ديما رموز ما لازمش يتمس. أنا في حتى في وقت من الأوقات يعني غرت على سي منصف خماخم لأنه الراجل دافع فلوسه في الآخر ما نجحش ولا نجح حاجة أخرى، لكن على الأقل أي حد أعطاه حاجة ما يصيرش أنه أنك تتكلم فيه بالخايب. كيف كيف حتى في فترة من الفترات بين اللي صار بين سي منصف خماخم وبين لطفي عبد الناظر كنت ضده، لأنه أنا نمن أني رموز النادي أعطاه ما دام أعطاه للنادي يلزمك تستحفظ عليه كمسؤولين ولا كرؤساء وحتى كملاعبية. اليوم ملاعبية اللي يعطي للجمعية عمرك عمرك ولا انك تحاول تقلل منه ولا تهمشه. ورد بالكم لانه فما لوبيات كبيره راني متاكد من الجمله هذه مانيش نكذب عليكم يحبوا يسيطروا على النادي وعاملين معناها ظاهرين استراتيجيه واضحه، كل مسؤول يجي يهرسلوه علاش باش يضموه عندهم باش يولي هما يحكموا، وهذا اللي قاعد يصير طول حسان الشعبان هذاك علاش لازم يرد باله، لانه هذا هو استراتيجيه نتاعهم. هذوما ناس يدعيوا حب النادي الصفاقسي لكن ما عندهم حتى علاقه بالنادي الصفاقسي، خاطر حب النادي راهو مواقف وفي المواقف ظهروا على حقيقتهم. على الاقل حكيت على كل شيء متاكد انه هذا برشا كلام من القلب، ونعرف انيس بوجلبان انا حتى على المستوى الشخصي بوتيت الكلام ما نجمش نقوله، لكن السيد خدم معايا ونعرف قداش القيمه نتاع اخلاقه نتاع رجوليته وحبه سورتو للنادي الرياضي الصفاقسي. تصور كل كلمه قالها راهو من القلب وليد، نشوف الدموع انا في عينين انيس معناتها الحقيقه ليموسيون والصدق انك ربما خاطر جمعيتك جمعيه اول حاجه ولد صفاقس يعني حاجه تربيت في صفاقس بالنادي من حيث عمري 11 سنه وانا في النادي الصفاقس لين عمري 28 سنه وصلت ويلعب في النادي الاهلي وما ادراك من النادي الاهلي نادي صفاقس وما ادراك من نادي صفاقس. انا معناها اليوم تربيت عزيز في النادي الصفاقسي عزيز حياتي كامله كابيتان ومعروف باللي تحب انت بالاخلاق بكل شيء. اليوم انا ما يجيش اربعه مع احترامي الشديد ليهم يحاولوا انه يشوهوا تاريخ انيس بوجلبان فقط، هذاك اش حاجه فهمنا حتى على مستوى المصالح هي مصالح ماديه وغيره، هذاك علاش قاعدين الكلام موجوده في الفرق الكل زاد اسكندر ما تصورش فما اي اكيد اكيد، لكن اذا كان نحكيو على السياسات ما تصورش كان فما شكون اكثر من ملاعبيه قدم ولا مسؤولين قدم ويعرفوا السياسات مليح كيما بار اكزومبل انيس بوجلبان باش يعطينا اكثر من تفاصيل من هكا. اون توكا نداء واضح وتعدى من القلب للقلب من انيس بوجلبان الجماهير نادي رياضه صفاقس نحييك تحيه كبيره برشا لبلال انيس بوجلبان اللي تعرف قداش نحبك نعرف قداش نحترم فيك المحبه زي ناديك والغيره نتاعك على النادي نتاعك. شكرا لك على كل كلمه، نعرف برشا صراحه في الكلام اللي كنت تحكي فيه قبيله في الانترفيو هذا مازلنا ما كملناش الحصه شويه نكملوا بعدين.